بسم الله الرحمن الرحيم. 49 عام مضت على استقلال البحرين في 14 أغسطس 1971، حينما خرج المستعمر من البحرين، وكان المستعمر قد خرج على أساس أن الشعب يكون هو مصدر السلطات ويكون هو صاحب السيادة، على أساس أن البحرين تكون ديمقراطية لا يكون عليها دكتاتور. في ذلك الوقت عيسى بن سلمان سافر إلى النجف وإلى مشهد، وتعهد بأن شعب البحرين سيكون هو صاحب السيادة وستكون هناك ديمقراطية تامة. ولكن طبعا هذه العائلة تنكث العهود، نكثت العهد في 1975 سرعان طبعا بعد عام ونصف فقط من البرلمان، وكذلك وجدنا كيف أنه خلال بين عام 2001 إلى 2002 نكثوا العهد والتوقيع الذي وقعه حمد بن عيسى في منزل السيد الغريفي. خرج المستعمر ولكن الاستعمار لا زال على رأس أبناء البحرين. حمد بن عيسى يدعو المستعمر لكي يرجع إلى البحرين ويقول: من الذي طلب منكم أن تخرجوا؟ لم نطلب منكم نحن أن تخرجوا. طبعا شعب البحرين كان قد دفع ضحايا ويعني دماء من أجل أن ينال حريته وكرامته، وسيظل يحارب وسيقدم الضحايا وسيظل مرفوع الرأس إلى أن إن شاء الله يحقق سعادته وحريته وكرامته.